عليكم اخواني الكرام. اخواني الكرام، في الفيديو السابق انا كنت عملت فيديو قصير، وطبعا الفيديو القصير فيه تعديل في الرابط. عندما اتيت علشان اختار الفائز لصقت الرابط في هذا الموقع، اكتشفت ان هذا الموقع لا يتعامل مع الفيديوهات القصيرة. لذلك الاخوة الذي علقوا على الفيديو السابق، ارجو ان يعاودوا كتابة التعليق في هذا الفيديو، وسوف نختار الفائز في الاسبوع القادم. اعتذر منكم اشد الاعتذار، ولم اكن اعرف ان المواقع هذه لا تتعامل مع الفيديوهات القصيرة. حتى حاولت في اكثر من موقع لكنهم لا يتعاملون. انظروا كيف الان نعمل الحصول على التعليقات، فلا يظهر لنا اي شيء نهائيا، يظل هكذا واقف. مرت حوالي اكثر من ساعتين وانا احاول ولم انجح. نضغط مرة اخرى فلا يأتينا اي شيء. هل رأيتم كيف؟ لم تظهر التعليقات، وعندما ننزل للسحب على الفائز يأتي مكتوب، انظروا هكذا، يعيدنا الى الرابط فوق الى عند الحصول على التعليقات. وعلشان أؤكد لكم، الآن سوف يعني نلصق رابط فيديو سابق وسوف يعني يشتغل معنا يعني طبيعي جدا. على سبيل المثال هذا الفيديو الذي قبله، نعمل هنا ننسخ الرابط هنا بهذه الطريقة، ثم نأتي هنا نحذف الرابط الأول. الآن نلصق رابط الفيديو السابق ونضغط على الحصول على التعليقات. انظروا تحميل التعليقات، بدأ يحمل التعليقات طبيعي. وحتى نأتي إلى السحب تحت مثلا، هذا مثال، هنا ليس أي فهنا يعني الأمر شغال طبيعي. فلذلك أنا أطلب منكم أنكم تعيدوا التعليقات يعني من الفيديو السابق، تعلقوا بها على هذا الفيديو، وإن شاء الله سيتم السحب على هذا الفيديو يوم الجمعة القادم. تحياتي لكم وأعتذر منكم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.